الواقع كل شتوية بصير في نقص في الغاز، وضع طبيعي لأنه بزيد استهلاك المواطن بالنسبة للغاز المنزلي، وبزيد استهلاكه جديد بالنسبة للسيارات اللي بتعمل على الغاز، وبزيد استهلاك المخابز والأفران واستعمال الصوبات الغاز بالنسبة للبيوت. هذا وضع طبيعي أنه يصير في نقص في كل موسم شتاء، لكن النقص اللي حاصل الآن هو وضع مش طبيعي، بحيث أنه محطات تعبئة الغاز اللي بتزود الوكلاء الرسميين أصبحت فارغة. هذا لأسباب كثيرة، إحنا المواطن والوكيل بجهل هاي الأسباب. في ناس بتقول أنه يعني التزويد من قبل الطرف الآخر ما صارش مظبوط، الكمية كانت أقل بالنسبة ل 200 طن تقريبا يوميا كان يستهلك المواطن، كان يستهلك 500 طن صار يبعثوا 200 طن، وأحيانا من 800 ل 900 طن بيستهلك بالنسبة للضفة الغربية. فهاي يعني اللي بجاوب عن هاي الأرقام اللي هو مدير الهيئة العامة للبترول، بجاوب أدق منا إحنا كوكلاء، لكن إحنا كوكلاء وكمواطنين شاعرين بنقص الغاز اللي موجود وبتضمروا الناس، ولكن برضو كمان المواطن إله دخل، بحيث إنه كان يكتفي الواحد يأخذ أسطوانة على بيته، الآن لما عرف إنه في نقص في الغاز صار بده يعبي 3 أسطوانات 4 أسطوانات، وكأنه ممنوع تظل ولا أسطوانة عنده في البيت فاضي. فهذا سبب أزمة تانية، كل شتاء كل موسم شتاء بصير نقص عادة لزيادة استهلاك المواطن، لكن الآن سببه اللي هو الطرف الآخر الإسرائيليين عن نقص الكمية اللي بتعبي فيها المحطات. والسبب الثاني أنه بعتقد أنه ما فيش عندنا مخزون استراتيجي للسلطة، بحيث أنه الأزمة زي هيك في المستقبل أنه تسلك الناس والمحطات والمواطنين. كل سنة في فصل الشتاء بالوقت هذا بيكون في نقص في إمدادات الغاز، يعني المشكلة عالمية مش بس عندنا هون، في إسرائيل في نقص وفي الأردن في نقص والعالم كله في نقص، لأنه بزيد الاستهلاك في فصل الشتاء على الغاز. وحقيقة ما عندنا مشكلة يعني نقص كثير في الغاز، ولكن الناس في فصل الشتاء بزيد طلبهم وبصير عندهم يعني في خوف أنه يصير في نقص، فبيقبلوا على شراء الغاز بكثافة. يعني بطلب من المواطن يرشد استهلاكه للغاز فصل الشتاء، ويعتمد مثلا في التدفع على مصادر أخرى، ممكن يستعمل على الكاز صوبات الكاز ويخفف استهلاكه من الغاز يعني، ويعتمد على مصادر أخرى، ممكن يستخدم الكهرباء. فيعني هاي اللي بطلب من المواطن، هي ترشيد استهلاكه للغاز، وما يكون المواطن يعني ما يعني هاي الحالة اللي كل سنة بتصير. بطلب من المواطن يخفف من الهلع تاعه، ما في عنا نقص حقيقي في كميات الغاز، يعني كل يوم تيجي سيارة على المحطة، ولكن الناس والوكلاء بشكل يعني خاص بيجوا على المحطة مرة واحدة لتعبئة أسطوانات الغاز، فبيعمل أزمة. ولا هو ما في عنا أزمة يا عمي، ما في عنا أزمة حقيقية، يعني إذا انقطع الغاز لمدة أسبوع 10 أيام لا ما في عنا، يوم يوم في عنا تقريبا إمدادات في الغاز.